تأذى. ما أقول لك يعني. لا لا ليش ليش أنا أقول لك ليش. شوفوا الموضوع وين. هي مو مشكلة إنه الإعلام يقول شو شجع طبيعي جدا. لكن المشكلة عندنا وين؟ عندنا بالمتلقي وبالإعلامي نفسه. يعني مرات المتلقي إنه مثلاً تحكي الحقيقة يقول لك طبعاً يحكي إيش لين يشجع فريق. ومرات الإعلامي نفسه إنه يخرج عن السياقات بطريقة التشجيع أو بطريقة المهنية التصريحات ويعوف مو حتى المهني يعني. فهذا تنحسب عليه. لذلك يعني مشكلتنا إنه ليش إنه إحنا هاي بيئتنا يعني. المشكله بالاعلامي اكو قسم الاعلام والمشكله بالمتلقي والاكثر المتلقي المشكله شجع ما شجع عدي انا اعرف يشجع بس ما اقول مستحيل تعرف ولا واحد يعرف بالعراق انا يشجع اول حرف الزوراء ابدا على راسي الزوراء وجمهورهم بس انا ابو الشرطه يقول انت شرطه وذاك يقول انت طلبه وذاك يقول انت زوراء شلون هاي قلتها انا قلبي جوي وعيوني زورائيه هاي انت هاي مو اني هاي قدوري الله يرحمه الله أكثر من فريق فسألوا مرة تشجع قالهم أنا أشجع الشرطة وأحب الجيش وقلبي مع الرشيد فاختصرها فأنت قلبك مع من وعيونك مع من أنمار معروف فاضحت السنابات والستوريات والإنستغرام ترسانة ترسانة وش لقيت مريم تشجع ها شرطة شنو لا أنا قل الشرطة يعني احترامي, احترامي لكل الجماهير والأندية لكن مرات عندك الآباء يصنع بيك الأشياء يعني والدي من محبين جماهير نادي الشرطة وبنفس الوقت صارت إن الفرصة إنه نلعب واحد الفراغ في نادي الشرطة وهذا ما يعني ما يمنع إنه أنت اليوم تقول إنه أنا أشجع الفريق الفلاني أشجع الشرطة وأشجع بس بنفس الوقت مثل ما قال عدي فرق بين المتلقي والإعلامي بنفس الوقت يعني نقدر مرات إحنا نقول إحنا شو نشجع لكن راح نلقى ناس إنه راح نتحارب بموضوع اللقاء معهم ما نقدر ما تنجح المادة مالتك في حال إنه تريد تنشأ تقرير لغير مكان خسارة الفريق الآخر وأنت كإعلامي اليوم بعيدا عن هذا مثلا إذا أنت شجع الجوية وأنا شجع الشرطة أنت كجمهور اليوم من أجيك راح تعتذر من عندي أو راح تسمعني فد كلام وهاي اللي قاعد تكون سلبية بس بالمناسبة أنا أحييك على ثقتك وإعلانك لتشجيعك يعني ما عندي ثقة شنو أنا الظاهر لأن سألتك تهربت والجمهور دائما يدخل الموضوع بخانة المؤامرة والشعب العراقي أقرب لك إياها الرياضي نفسه يدري بيك شيء طالب أوكي علي يعني علي. ما هي يعني مو علي. مو غريبة إحنا مو قلنا نطلع من الأجواء الشعراء شي يحبون ويشجعهم فأنت صديقك جبار رشيد الله يرحمه الله يرحمه طلابي تحياتنا للأنيق علاوة جبارك نستمع إلى